مشاهدينا. طبعا يعني الرسائل في بريد كل من المتابعين، الأسر اللي هي توجهت لهم النداء، لأنه الهم الأكبر هو كيف نوصل الحاجة الفعلية للأسر، لأنه الرفض كان مستمر لسنوات عديدة. فالموضوع ده كبير جدا، ما محتاج فقط مبادرة زي المبادرة اللي طرحتها الدكتور ولاء المدرب العالمي للتنمية ممثل لسفراء النوايا الحسنة. يجب أنه منظمات المجتمع المدني تكاتف كل مع بعض من أجل التبصير والتوعية بأهمية وحماية الطفل في الفترة دي بالتحديد، لأنه الحاجة انتشرت بصورة محزنة يا مشاهدينا ومؤسفة. صحيح، نعم، نتواصل أكيد مع كل مشاهدينا في كل مكان. وإلى سحر الطبيعة في الشرق كسلة، نشاهد هذا التقرير. تلبس مدينة كسلة في فصل الخريف ثوبها الحقيقي وتكتسي بسحر الطبيعة وجمالها الأخذ، وتزدحم روافدها السياحية المتعددة بالقادمين لها من داخل وخارج الولاية، وتزدهر وتنشط السياحة فيها وتبلغ ذروتها في يوليو وأغسطس وسبتمبر من كل عام. نهر القاش من المعالم السياحية المميزة لمدينة كسلة التي يداوم سكان المدينة وزوارها على التردد عليه طيلة فصل الخريف، لذا ليس بغريب أن ينال عبارات المدح والإطراء ممن يداومون على التمتع به أثناء فترة بقائهم بالمدينة. على ضفاف نهر القاش يكون مشهد المساء أكثر روعة، ويكثر زوار القاش كلما اقتربت الشمس من مغيبها، وفي هذه الفترة تزدحم ضفافه بالمحبين والعاشقين، وتمتد على طول تلك الضفاف جلسات الأنس بين الأحباء والأصدقاء، وتكتمل الراحة النفسية للزوار مع متعة المشاهدة باحتساء القهوة الشرقية التي تجعل النفس أكثر هدوا، وتبلغ النشوة ذروتها مع سطح المغنين بالشعر الذي يحكي عن روعة القاش وحب أهل كسلة له. يا فراشي حاير يا فرايحي لون، يا فراشي حاير يا فرايحي لون، أمشي زور القاش زحمك مفتوح. إن أجمل ما في القاش إطلالته الموسمية والتي تمنح مدينة كسلة لوحة جمالية متناسقة، وتزداد تلك اللوحة بهاء وجمالا بالسواقي الممتدة على ضفتيه وجبال التاكا وتوتيلا الواقع على الجهة الشرقية له. عرف نهر القاش منذ القدم بالدجن ومارب، وأطلقت عليه البجا أوغاش، وتعني هذه الكلمة المياه الفوارة المندفعة بقوة. وهناك علاقة وطيدة ورابطة متينة بين القاش وجبال التاكا وتوتيل نشأت منذ قيام مدينة كسلة، ويكفي أنهما اللذان يمنحان المدينة القيم الجمالية ما بقيان وبقيت كسلة في هذا المكان. ارتباط البجا بالقاش وارتباط القاش بالبجا تاريخيا ووجدانيا نابع من كون أن البجا قوم لا يحبون الهجرة والبعد عن مناطقهم، لذا كانت علاقتهم بالقاش علاقة حب وعشق دائم. والبجا يتحسسون القاش منذ قدومه لمدينة كسلة ويستقبلونه بالبشرى والترحاب، ولأبنائهم على وجه الخصوص عادة هي أقرب إلى الفراسة يتعرفون بها على مدى الخير الذي يحمله النهر لسكان المنطقة عند قدومه. رغم الحب الذي يكنه سكان مدينة كسلة للقاش والحميمية المتبادلة بينهم، إلا أن النهر الذي يطلق عليه النهر المتمرد والمجنون ينجرف أحيانا عن مجراه ويقتحم المدينة الوادعة الجميلة ويحيلها إلى خراب. فكم من مرة قسى القاش على كسلة وجعلها تجأر بالشكوى من قساوته حتى على ألسنة الشعراء. وبمثل ما يمثل نهر القاش مصدر السياحة بمدينة كسلة، فهو مصدر ومورد المياه الأساسية بولاية كسلة، حيث تتعدد استخداماته بين الشرب والزراعة والرعي. ويعتبر الري بمشروع القاش الزراعي المعتمد على هذا النهر من أقل أنواع الري كلفة في السودان.